بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا بحضراتكم في بند 2-3 قواعد الاشتقاق. قاعدة 1، مشتق الدالة ثابتة. إذا كانت في x تساوي k، حيث k عدد ثابت، فإن f داش x تساوي 0 لجميع قيم x الحقيقية. يمكننا القول بأن مشتقة أي دالة ثابتة تساوي صفرا. تدريب 1، أوجد مشتقة fx في الحالات التالية: fx تساوي 5، وبالتالي f داش تساوي 0 لأن 5 رقم. رقم b، fx تساوي x e تربيع، طبعا e العدد الطبيعي وهو أيضا ثابت، إذن f داش تساوي 0. رقم c، fx تساوي باي أس 5، والباي عدد طبيعي، العدد النسبي الغير نسبي باي هو ثابت، أيضا مشتقته تساوي 0. قاعدة 2، مشتقة الدالة fx تساوي x. إذا كانت fx تساوي x، فإن المشتقة f داش x تساوي 1 لجميع قيم x الحقيقية. قاعدة 3، قاعدة القوى للأس الصحيح الموجبة للمتغير x. إذا كانت x fx تساوي x أس n، حيث n عدد صحيح موجب ولا يساوي 0، فإن d by dx للx أس n تساوي nx أس n ناقص 1، أي نزل الأس ثم نقص منه 1. تدريب رقم A، fx تساوي x أس 4، أوجد f داش، أنزل الأربعة ونقص من الأس 1، تصبح 4x تكعيب. gx تساوي x أس 10، أنزل العشرة، تصبح 10 f داش x، 10x أس 9. hx x أس 12، أنزل ال 12، تصبح h داش x تساوي 12 x أس أس 11، هنزل ال 12 قبل ال x ونقص منها ايه 1. قاعدة 4، قاعدة الضرب في ثابت. إذا كانت f دالة في x قابل الاشتقاق وكان k عددا ثابتا، فإن d by dx لل k f ضرب f x، أخرج ال k برا الاشتقاق، تصبح k في d by dx لل f x، أي أن مشتق الثابت في f، نطلع الثابت برا، k في ال f داش. قاعدة 5، قاعدة الجمع والطرح. بيقول لي إذا كانت f و g دالتين في x قابلتين للاشتقاق، فإن مجموعهما والفرق بينهما يكونان قابلين للاشتقاق عند كل نقطة تكون فيها كل من f و g قابلة للاشتقاق. بمعنى إذا كان f زائد أو ناقص g لكل داش تساوي f داش موجب أو سالب g داش. حاول أن تحل 1، حيث إذا كانت y بتساوي 5x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 6، أوجد dy على dx. dy على dx بتساوي d على dx لل 5x تكعيب ناقص d على dx لل 4x تربيع زائد d على dx بال 6. استخدام قاعدة طبعا الجمع والطرح، نجد أن نضرب هنا 3 ضرب 5 15 ونقص من أس 1، تصبح 15x تربيع، نزل 2 ضرب 4 8، تصبح سالب 8x، طبعا وال 6 مشتقتها 0 لا يوجد. قاعدة 6، قاعدة اشتقاق ضرب دالتين. ضرب دالتين f و g في x قابلتين الاشتقاق يكون قابل الاشتقاق، بحيث أن fx.fg.gx لكل داش عبارة عن ايه؟
اف اكس دوت جي داش اكس زائد جي اكس دوت اف داش اكس. يعني يمكننا القول بأن مشتقة ضرب دالتين الدالة الأولى ضرب مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية ضرب مشتقة الدالة الأولى بصيغة أخرى وأسهل. يو في والكل داش عبارة عن يو في داش زائد يو داش في، يو في داش زائد يو داش في. حاول أن تحل الاثنين. أوجد f داش x إذا كانت f x بتساوي x تربيع زائد واحد ضرب x تكعيب زائد ثلاثة، لتكن اليو x تربيع زائد واحد والفي x تكعيب زائد ثلاثة. مشتقة اليو 2x ومشتقة الفي 3x تربيع. نطبق القاعدة f داش x تساوي يو في لكل داش، أي تساوي يو في داش زائد يو داش في الفي. اليو في داش والاي واليو داش في، وبالتالي اليو اكس تربيع زائد واحد مضروبة في الفي داش ثلاثة اكس تربيع زائد اكس تكعيب زائد ثلاثة مضروبة في الاثنين اكس. يمكن ضرب اكس تربيع ضرب ثلاثة اكس تربيع تصبح ثلاثة اكس أس أربعة، وواحد ضرب ثلاثة اكس تربيع ثلاثة اكس تربيع، الاثنين اكس نضربها في الاكس تكعيب تصبح اثنين اكس أس أربعة، نضربها في الثلاثة تصبح ستة اكس. نجمع المتشابه الأول والثالث متشابهان، الناتج خمسة اكس أس أربعة زائد ثلاثة اكس تربيع زائد ستة اكس. أوجد f داش x إذا كانت f x تساوي 4 x تربيع ضرب x زائد 6. f x عبارة عن إيه؟ ممكن نضرب ال 4 x تربيع مضربها في ال x تصبح 4 x أس 3، نضربها في ال 6 تصبح 24 x أس إيه؟ أس 2. وبالتالي ال f داش أنزل 3 أضربها في ال 4 تصبح 12، ونقص من ال 3 1 تبقى 12 x أس 2. بالمثل 2 ضرب 24 48 اكس اس ايه اس 1. اف داش اكس اذا كانت اوجد اف داش اكس اذا كانت اف اكس تساوي اكس تكعيب ناقص 4 اس 2. طبعا اسهل طريقة ان انا افك هذا المربع الكامل. المربع الاول اكس اس 6 2 بالاول بالثاني 8 اكس تكعيب زائد مربع الاخير اللي هو الاربعة يساوي موجب 16. مشتقة ال x أس 6 أنزل ال 6 تصبح 6 x أس 5، أنزل ال 3 أضربها في ال 8 24 x تربيع. طبعا 16 مشتقتها يا شباب صفر ولا يكتب. قاعدة 7 قاعدة القسمة بيقول لي إذا كان كيف أجيب خارج قسم الدالتين u على v والكل داش، اللي عبارة عن في يو داش ناقص يو في داش على في تربيع، يو في يو داش ناقص يو في داش على في تربيع. أي يمكننا القول أن مشتقة قسم الدالتين تساوي دالة المقام ضرب مشتقة دالة البسط ناقص دالة البسط ضرب مشتقة دالة المقام على مربع المقام. حاول أن تحل ثلاثة. أو مشتقة الدالة اف اكس بتساوي 4x تربيع زائد 2x على 2x تكعيب زائد 5. الحل U تساوي 4x تربيع زائد 2x دالة البسط، والV بتساوي 2x تكعيب زائد 5 دالة المقام. U داش نزل ال 2 ضرب 4 8x زائد 2، والV داش 3 ضرب 2 6 اكس تربيع. طبعا مشتقة الخمسة صفر لا تكتب. نطبق القانون اف اكس بتساوي يو على في، وبالتالي اف داش اكس تساوي في يو داش ناقص يو في داش على في تربيع. اليو 2 اكس اس 3 زائد 5 ضرب هذه هي الفي، اليو داش 8 اكس زائد 2 ناقص
اليو هي 4x تربيع زائد 2x ضرب الفي داش اللي هي 6x تربيع. طبعا الأول نضرب هذا بهذا يبقى 16x أس 4، بعدين نضرب 2x تكعيب بالاثنين تصبح 4x أس 3، الخمسة بالتمانية إكس 40x، خمسة ضرب اثنين 10 ناقص 4x تربيع ضرب 6x تربيع تصبح 24x أس 4 وفي إشارة سالبة، الاثنين إكس تربيع ضرب 6x تربيع 2 ب 6 12 إكس وإكس تربيع إكس تكعيب، طبعا الإشارة إيه سالبة. بعد تجميع الحدود المتشابهة تصبح إف داش إكس بتساوي سالب 8x أس 4 زائد ناقص 8x تكعيب زائد 40x زائد 10، والمقام كما هو 2x تكعيب زائد 5 والكل تربيع. يمكننا إيجاد ميل المماس لمنحنى الدالة F عند النقطة X1 Y1 عن طريق إيجاد المشتقة عند هذه النقطة، وتكون معادلة المماس y ناقص y واحد بتساوي الميل m ضرب x ناقص x واحد. هذه معادلة المماس. نعلم أن العمودي متعامد مع المماس، العمودي دائما متعامد على المماس، يعني حاصل ضرب ميل المماس في ميل العمودي يساوي سالب واحد، ويكون المستقيم العمودي أو الناظم على منحنى دالة عند النقطة x1 y1 هو المستقيم العمودي على مماس المنحنى عند هذه النقطة، ومعادلته y ناقص y1 بتساوي سالب 1 على m في x ناقص x1. مثال 4 صفحة 95، أوجد معادلة مماس ومعادلة الناظم عند النقطة 1 و2 على 3 لمنحنى الدالة f حيث fx تساوي x تكعيب زائد 1 على x تربيع زائد 2. الحل: نوجد أولا مشتقة الدالة f بتطبيق قاعدة القسمة، طبعا هنا خارج قسم الدالتين u على v والكل داش، vu داش ناقص uv داش على v تربيع، ال x1 1 وال y1 2 على 3 ليس صفر، ال u x تكعيب زائد 1، ال v x تربيع زائد 2، f داش x تساوي ال u عفوا ال v مقام x تربيع زائد 2 ضرب x تكعيب زائد 1 والكل داش ناقص x تكعيب زائد 1 في x تربيع زائد 2 داش على x تربيع زائد 2 والكل تربيع. طبعا القوس الأول ينزل، القوس الثاني مشتقته 3x تربيع، هنا القوس هذا ينزل، مشتقة هذا القوس 2x. بيقول لي f داش سالب 1، نعوض بالدالة بالسالب 1، نعوض عن كل x بالواحد عفوا، f داش 1 لأن الميل بيساوي f داش 1، نعوض عن كل x بواحد، بعد التعويض تصبح الناتج 5 على 9، 5 على إيه؟ على 9، ومنه الميل بيساوي 5 على 9. معادلة خط التماس أو خط المماس y ناقص y1 اللي هو y ناقص 2 على 3 بتساوي الميل m x ناقص x1 اللي هو الواحد. بنعمل إيه؟ نضرب 5 على 9 ضرب x ونضربها في السالب 1 تصبح 5 على 9 x ناقص 5 على 9، أودي الـ 2 على 3 بإشارة ناحية الثانية تصبح 5 على x ناقص 9 على 2، 5 على 9 زائد 2 على 3، أي أن y بتساوي 5 على 9 x زائد 9. معادلة العمودي أو الناظم عند النقطة 1 و2 على 3، نستخدم معادلة y ناقص y1 بتساوي سالب 1 على m في x ناقص x1. ميل الناظم سالب 1 على m يعني معكوس جمعي ضربي لميل المماس يعني سالب 9 على 5، y ناقص 2 على 3 بتساوي سالب 9 على 5 في x ناقص 1. بعد الضرب والتبسيط
أصبح y تساوي سالب 9 على 5x زائد 37 على 15. حاول أن تحل 4. أوجد معادلة المماس ومعادلة الناظم على منحنى الدالة f، حيث fx تساوي x ناقص 1 على x زائد 2 عند النقطة 1 و0. الحل x1 y1، x1 تساوي 1 y1 تساوي 0. أولا نوجد مشتقة الدالة f بتطبيق قاعدة القسمة. u على v كل داش عبارة عن vu داش ناقص uv داش على v تربيع، حيث ال ux ناقص 1 وال v x زائد 1. تصبح f داش x عبارة عن ايه؟ x زائد 2 ضرب x زائد 1 كل داش ناقص x زائد 1 في x زائد 2 كل داش على x زائد 2 والكل تربيع. طبعا مشتقة القوس الثاني بواحد، مشتقة القوس الثاني بواحد، تنزل الدالة كما هي. أقول له fx بتساوي x زائد 2 ناقص x ناقص ناقص 1 يعني زائد 1. طبعا الاكس هنا تروح مع الاكس، تصبح 3 على x تربيع زائد 2 والكل تربيع. الميل هو f داش 1 اللي هو بيساوي 3 على 1 تربيع زائد 2 لكل تربيع، 3 على 9 يعني ثلث. معادلة المماس y ناقص y1 بتساوي ال m في الاكس ناقص x1، نعوض عن y1 بصفر ونعوض عن m بثلث ونعوض عن x1 بواحد. طبعا تصبح الدالة y بتساوي ثلث x ناقص ثلث. معادلة العمودي عند النقطة 1 و0، y ناقص y1 بيساوي سالب 1 على m في x ناقص x1 إلى الناظم، سالب 1 على m هي بتساوي سالب 1 على ثلث يعني سالب 3، y ناقص 0 تساوي سالب 3 في x ناقص 1 يعني y بتساوي سالب 3x زائد 3. أشكركم لحسن استماعكم وانتهت الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله.